معنا من جدة الباحث المستشار في شؤون الطاقة بجامعة إمبريال كوليدج في لندن الدكتور يوسف الشمري. دكتور يوسف حياك الله معي في نشرة الرابعة. ماذا وراء حرب التصريحات المتكررة بين وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك، وما هي التداعيات؟ أهلا وسهلا أخي خالد، ودائما سعيد في الحديث معكم. سلم. هو في الحقيقة يعني هنالك يعني تناقض، مش خلينا نقول في من ناحية أي من الجهتين، لكن صناعة البترول عموما تواجه نوع من التناقضات خلال السنوات الأخيرة. يعني وكالة الطاقة الدولية في آخر خلينا نقول اللي هو قبل أزمة كوفيد، كان هنالك في نوعا ما اللي هو خلينا نقول في فترة الرئيس ترامب، كانت تقول أنه في حلول عام 2040 سيكون مزيج الطاقة من العالم أو مزيج الطاقة العالمي سيكون حوالي لا يقل عن 25% منه نفط وغاز، وأن السياسات لا يمكن أن تغير الحقيقة. لكن بعد عام 2020 طبعا بعد تولي رئيس بايدن بدأت هناك تجي رسائل متغيرة. منظمة أوبك يعني طالب من خلال الخمس سنوات الماضية، يعني ترى أن هناك في ذروة للطلب، لكن ذروة الطلب هذه اللي هو ممكن العالم ممكن خلاص يوصل هو أقصى حد في الطلب على النفط من في حلول عام 2040 أو 45، وقد أيضا تصل عام 2050. لكن فمن ناحية أوبك لا أرى أي هنالك يعني تغير في التصريحات، لكن من ناحية وكالة الطاقة الدولية فقط في خلال الأسبوع الماضي صرح المدير العام للوكالة أنه ممكن نصل ذروة الطلب على النفط في خلال عام 2030، يعني خلال سبع سنوات. وهذا التصريح اللي أدى نوعا من يعني التناقض أو هو التصريحات المغايرة بين منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية، لأن مثل هذه التصريحات تصدر وكالة الطاقة الدولية قد تسبب نوع من أزمة الطاقة أو أزمة في الطاقة خلال العشر سنوات المقبلة، لأنه حيكون في ارتفاع في الطلب. لازلنا نلاحظ خصوصا في الصين، الهند، والشرق أو جنوب آسيا هناك طلب جامح اللي هو من ناحية الاقتصادات تنمو ومستوى الفقر طبعا يقل، وبالتالي محتاجين مصدر معقول للطاقة. فالنفط والغاز حاليا هم المسيطرين. بس كما هو خلاف ولا حرب يعني تشنها الوكالة تستفز من خلالها دول؟ أعتقد أخي خالد هي تصريحات تخدم أهداف سياسية من ناحية وكالة الطاقة الدولية، وبالتالي قد تضر بالمصالح الاقتصادية لل وش الغايات السياسية عموما. من هي الأطراف اللي لها مصلحة يعني؟ طبعا كلنا نعلم أنه مثلا في الرئاسة الأمريكية حاليا هناك تعهدات أنه الوصول إلى صافي حياد صفري بحلول عام 2050، أنه ما يكون أي انبعاثات لثاني أكسيد الكربون في الولايات المتحدة. بالتالي جالس نشوف في الولايات المتحدة شركات البترول ما هي جالسة تستثمر في الصناعة لأهداف سياسية. أيضا في أوروبا، ليس جميع دول أوروبا، مثلا في بريطانيا الآن خذوا يوتيل مع حكومة ريشي سوناك، لكن مثلا في ألمانيا والدول الاتحاد الأوروبي عندهم أيضا هدف أن التوجه إلى الحياد الصفري. لكن هذه قد تضر مثلا في دول أخرى مثل الهند، الصين، دول في آسيا أو حتى في أمريكا اللاتينية. فهل هذا التضاد اللي جالس نشوفه بين دول الشرق ودول الغرب، خصوصا هنا الغرب ما أتكلم كل دول الغرب، أتكلم تحديدا هو سياسة الرئيس بايدن الحالية، ليست جميع الأطراف في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وبعض الدول الأخرى. قلت بأنها تضر بأسواق النفط وتضر بالاستثمارات، إلى أي حجم يصل هذا الضرر؟ خلينا أعطيك مثال أخوي خالد. مثلاً خلينا نقول مثلاً من عام 2010 إلى 2014 كان هنالك كل ما تصعد أسعار النفط كنا نشوف في ارتفاع في الأسعار، كانت تزيد الاستثمارات في التنقيب والإنتاج. يعني مثلاً في عام 2014 وصلت الاستثمار في ذيك السنة إلى ما تجاوز 800 مليار دولار. طبعا شيء كلنا شفنا بعد 2014 كانت ثورة النفط الصخري وانخفضت الأسعار بشكل جدا كبير، فصار هنالك من بعد 2014 انخفاض أقل من 500 مليار دولار. بعد 2020 اللي هي أزمة كوفيد 19 صارت الاستثمارات تحديدا انخفضت حوالي 30% من مستوياتها في عام 2019. 2020 و2021 أيضا نفس الشيء، وهنا بدأت اللي هو القلق تجي من منظمة أوبك أنه لو استمرينا أقل الاستثمارات سنويا أقل من 500 مليار قد يحدث نقص في الإمدادات، لأنه نحتاج إحنا حوالي 12 تريليون دولار استثمارات من الآن حتى العام 2040 حتى نتمكن من زيادة الإنتاج بما يزيد عن حوالي
8 مليون أو 10 مليون برميل خلال السنوات القادمة. فهذه اللي هي المشكلة الحالية، لأن التصريحات هذه حاليا جالس نشوف أيضا عزوف مثلا من المؤسسات المالية. البنوك، كثير من البنوك حاليا انتهجت سياسة عدم تمويل مشاريع جديدة في النفط والغاز. التصريحات اللي جالس تصدر أيضا من وكالة الطاقة الدولية جالس يقول لك أنه لسنا بحاجة إلى أي مشاريع نفط وغاز جديدة، وهذه اللي هي أو أكيد ستسبب أزمة في الطاقة عالميا. أعتقد هنا الحل، يمكن تسألني إيش الحل هنا؟ نحتاج إنه يكون في استثمار ليس فقط في هو الإنتاج النفط والغاز الجديد، بل أيضا في التحول، إنه تكون صناعة النفط صناعة محايدة من ناحية المناخ، وهذا اللي هي تشمل الهيدروجين والكربون، حجز ثاني أكسيد الكربون و مصادر الطاقة الأخرى اللي تخلي صناعة النفط نظيفة وغير مضرة بالمناخ. شكرا جزيلا لك دكتور يوسف الشمري، المستشار في شؤون الطاقة في جامعة إمبريال كوليدج. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.